الثقافة من التسعينات للألفين كان إلى دور أساس دامغ وبصم بحياتكم. علاقتك بالصحفيين كانت جيدة؟ مع البعض إيه والبعض لا. بصراحة يعني مش الكل فيك تكون معه جيد يعني، وخاصة أنه أنا إنسانة عندي رأي وعندي شخصيتي وعندي أشياء مقتنعة فيها، وما بحب حدا يستفزني. كنت تخافي من الصحفيين؟ أو يبتزني. كنت تخافي من الصحافي؟ خافي؟ لا لا ما كنت. ليه قلتي أو يبتزني؟ كان في ابتزاز؟ صحفيين بيبتزوا؟ مش الكل بس في كان؟ البعض إيه. يعني شي مرة ابتزوكي؟ إيه ماديا. بشو؟ إذا ما بتحطي غلاف بدنا نكتب غلط. آه والله أنت بكتب غلط. إنه أنا أصلا رح أحط غلاف. بدنا نكتب غلط؟ يعني بدنا نفترق؟ إيه ما هو بس يكون ابتزاز وأنت ما بدك، ويقول لك إذا ما بتدفع لي بدي أكتب خبر عن هالشيء. أوكي بيبقى هو الخبر هالقد بيعملوا هالقد. اختلفت الصحافة من التسعينات للألفين؟ من التسعينات للألفين إيه. صاروا شو أكتر؟ إيه هون كانت بلشت السوشيال ميديا تفوت. الصحافة إلها فضل كبير، بس بتشعري إنه السوشيال ميديا أنقذتكم أنتوا الفنانين؟ حررتكم من براسن الصحفيين والصحافة؟ الصحفيين شغلة ناس أساسيين بمجالنا، وكلمته إلها قيمتها ورأيه بالأعمال المنزلة إلها قيمتها. بس أنا بحكي عن ناس تعدوا على الصحافة مش صحفيين. يعني أنا بالنسبة لإلي في صحافة منشيلوا عكفوا في الراحة. قدي نسبتهم هودي اللي يتعدوا على مهنة الصحافة؟ هلأ صاروا كتار. هلأ كتار كتير. هلأ قبل أنه كانوا يعني مش كتير. مين دمج بحياتك مستحيل تنسي؟ ليك زمان كان في مشكلة مع الإعلامية الكبيرة نضال أحمد. نضال أحمدية صح. ووقتها خلص الخلاف صرتوا أصحاب؟ أصحاب وفعلا طويتوا الصفحة؟ إيه طوينا الصفحة، وهي عن جد صديقة بكل معنى الكلمة. بتوقف حدك إذا أنت بحاجة لإلها، بتوقف حدك مثل جدعة فظيعة. الدكتور جمال فياض كمان شخص بحبه وبحترمه، وكمان كلمته إلها تقلع. كلمته وله مصداقيته فعلا فعلا. عبد الغني طليس عبد الله. أستاذ عبد الغني طليس رح أحكي كمان كمان عبد الغني طليس. فاطمة عبد الله أكيد. وفطوم من أر يعني كثير راقية. راقية و كلمتها ذهب. ذهب وبتقول الحقيقة. صح. ما بتجاملك. أوقات بتكون جارحة على فكرة. الجارحة بتهذيب. بس شوجر كوتد بتغلفهم بسكر. جارحة بتهذيب. عرفت؟ بس اليوم على السوشيال ميديا بتعترفي انه في ناس متعدين على مهنة الصحافة. ايه طبعا. اللي ما بيعرف فعل مفعول به بيطلع بيكتب. أكيد. بيعمل حاله. اكيد. صحافة.